ما عرفوش عندنا الحق ولا لا في لا ميم شومبر غير بغينا نديرو التروازيام سيكل. التروازيام سيكل واش تصديت يا صاحبتي؟ طفروا حتى دوك اللي دايرين الدكتوره. ما غاديش تقول لي البنات ما غاديش توحشوا هاد البلاصه. لا في الحق انا غنتوحش. واش ما سخيتوش؟ راه كان باقي لي نص ساعه. يلا واش ديت واش خرج دينيا؟ واش كنعيط عليك كي مشيتي جنية مشيت لتخال الحماد اشنو بغيتيني فين ما سخرتك تجلسي نص نهار يا اختي واش الخدمه تقات ليا في هاد لوزين بحال هكذا نعرف اختي بقيت كنعرف حتى حاجه غسلت الماعن وخملت الصالون خارجة عاوتاني اه دايره معاه راكي سولتيني قبيله وقلت لك اه شوفي غير قولي داكشي اللي عندك قولي لا انا مقعد ديما يتقال داكشي اللي كان عندي راني قلتولك ما هي مره ما هي جوج اهلا
حبيبة صافا؟ صافا الحمد لله، وانت لاباس عليك؟ صافا ترونكيل. قربتي تسالي؟ واحد قربت ولكن السيد اللي كيرون بلاصين راه باقي ما جاش. ديما ولا كيجي مع الطبرة قرني والله الا قرني. ايوا الدوسي ديالك وجدتيه؟ بصراحة ما وجدتوش. وعلاش؟ ما كنتي غتمشي معايا؟ اي قلت لك غادي نمشي معك، ولكن انت كتشوفي شكون اللي يجلس ليا في المحل. اون بليس الا كانت شي حاجة مضمونة نمشي معك انا دابا، ولكن راكي عارفة راه غير الهضرة. قول ولفتي هنايا وصافي. انا ولي هذيك الله، واش عيب الله كاين شي حد كره الخدمة؟ انا قلت زعما نفكر على خاطري. تفكر؟ انا انت مازال عاد تفكر؟ واش في خبرك انا ملي كنبغي نخرج من الدار؟ انا ولي هذيك الله، واش عاوتاني انا بقيت جبدي لي نفس الموضوع؟ صافي قلت لك ما يكون خاطرك حبيبة وصافي. واش ما كتثقيش بيا؟ واك ديري لي الضحك وانت يا دايره لي التروبيسه كنموت عليك. صباح حسيد ان شاء الله حنا غنشوف. يلا قول لي فين تخرجني اليوم؟ اليوم غادي نخرجك في شي حيط. برك مبسالات عيقت عزيز. انا رنتيا وكنضحك معاك. وليتي زقران بزاف الحقيقه والله. هو اللي كيعيش في الظروف هذه راه ضروري ما يكون سقران سينو والله ما تعيش. هانتي عاوتاني رديتيها بغباشة وضحك ضحك. السلام. وعليكم السلام. ريني صبطي لكني واو كتجي على رجليك؟ مرة واو اختي الضس شحال بارد. عمد رحمد انتي حما شكون شافو شي صيمانة هادي. باقي ما خدمش؟ واش انت صافطتي السيمانه صحابي العالم تبدل موراك ملي نخدم؟ ماشي جديد؟ كاين الجديد اش اشنو هضري؟ واقيلا واقيلا المعمل باش خدام غيصد. يعود بالله ما عندك سهر؟ معليش ربي ما كيسد باب حتى كيحل البيبان. راه ما غيجاش نعس بالليل. سقتيها مسكينه. سخفاتني هي جيب سكوت ما شاء الله. ربيعه هبطي علاش واقفه تما؟ لا غير خليكم انا عيانه غندخل حتى خليك سكويزي الماء وما يكونش بارد بزاف. انا سيدي مالك بنتي فحال عيانة اليوم شويه؟ ما عيانة لا والو غير بغيتي تعيني. انا عارف زعما بغيت نقول واش نشربوا شي ريستورون اخر؟ علاش عيتي منا؟ حاجه انا راه ما تنعياش. انا عارض عليك من حقك تعزي اي بلاصه بغيتي. شنو قلتي فاش كيبان لي انت بغيتي غير الخدمه الخدمه؟ امتى تكوني مساليه؟ غدا بعد غدا هذا شنو
هذا انا غادي نهنيك منه. يلا بسلامة يا كتسا، انا مشيت. ودابا شنو غديري؟ ما عرفت كي تاني ما سبقوش الاحداث، هادي راه غير هضره كتروج في المعمل، غير البنات اللي كيقولوا هاد الشيء زعما ماشي بالتاكيد. ولك راه تيقول لك ما كاينش دخان بلا عافيه. واقيلا غادي نسافر. تسافري؟ يمكن غنمشي لمراكش هذا بلا شد المعمل. اش قلتي؟ شنو باغي نقول؟ واقيلا الجو مزيان اليوم ياك؟ ما كاينش بعد هذاك الصوت ديال البارح. مالك؟ عيانة؟ ما عياناش. شفتي ديك القضية؟ ديال بيرمي طاكسي؟ اه ديال بيرمي. درت والو. باش تجمع دوسي خاصك 100 ورقة. وحتى الفلوس ما دبرتش عليهم. مرحبا بك. شتي شتي اش كيدير؟ شتي بزاف؟ شتي بزاف؟ تير كي حيحتي فوتي كاع. كي جاتك الصداي؟ شويه مزيانة. تشربي شي حاجة؟ لا لا شكرا ما خصنيش حاجة. تسنيني جاي عندك.
لا لا نديا شكلها سي لا غير عيانه شويه استرحي شويه عزيز ماك ساكت ما ساكتش انا شكون قال لك انا ساكت شنو بالك شنو غنديروا دابا نوار راه هضرنا في هذا الشيء مليون الف مره قلت لك انا راه موافق على هذا الشيء ولكن انا مشيت لداركم واش غادي نقول لهم خدام في تيلي بوتيك واش عباد الله واحد خدام في تيلي بوتيك يقدر يكون عائله من الاحسن صبروا شويه عزيز غنصبروا حتى لينا عزيز الله ما كرهت ندير شي حاجه اللي تفرحك ما عرفت اش نقول في هذا الشيء انا جيتي يا بنتي ليا بحال هي ماشي هي هذيك شكون اللي مكعيك ياك ماما لي الدار ولا اختك ثقي بيا انا هو راه ما يكون غير خاطرك ان شاء الله والله واحسن حاجه يديرها الواحد هي ما ياخذش قرار بالزربه وخصوصا حنا في ظروف ماشي هي هذه علاش اللي ما نتسناوش واحد شويه ما بقى قد ما فات شنو قال النهار ديال غدا يكون احسن من النهار ديال اليوم صراحة انت اللي جيتي معاه بصحتك حبيبه الله يعطيك الصحه اش كديري بغيتني الصينيه راني قلت لك ملي غادي نسالي منها غادي نحيدها بوحدي كتبقاي ترطي عليا انا تضرني في راسي مالا والو كنت وصلت الكتب على واحد السيد فين كنتي؟ كنت عند نوال خدمتي اليوم؟ لا حتى غدا وانت ما عيطتيش البارح غير ما بقيتش خرجت من الدار ما
تخرج راك عارفه ربي عشان نخرج ندير شو راه نور قالت لي على شي مدرسه خاصه عاد غتحل زعما الا بغيتي تقدم ليها شنو قلتي واخا واخا نشوفو نتا هما سنين عافاك هنا السلام عليكم السلام ورحمه الله تعالى شوف اخويا عافاك هاد الكتب هادو 70 درهم ماشي حشومالك هاد الكتوبه مهمين بحال هكا وتقول لي 70 درهم راه مهمين ولكن انت كتشوف شو شحال ديال الكتوبه حاط شكون داهم من عندنا غادي ناخذهم من عندك غادي غير نحطهم ربما يجي شي واحد شي نهار تسول علاش كتاب غتعطيني 150 درهم لا لا بزاف عليا عطيك 80 درهم بناقص اخويا كاع عطيك 100 درهم شوف اخر كلمه غادي تعطيك اكثر من الثمن عطيك 100 درهم واخر كلمه راه ما كاينش اللي غادي يعطيك اكثر من الثمن نعم الله يبارك يلا عرفتي شنو نديرو نتلاقاو حتى العشيه نيتيني نيت انت طلعتي ليا في الراس ياك واخا سيدي قولي شنو غدير دابا غادي نمشي للناس هاد ليا ما سويت كنحل تالي بوتيك بكري خاصني نمشي واش غدير غتغوبوزي انا شطابي لا يلا باي 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 حويجي كاع الدار بقى عندي والو واحد شحال هادي ما شريت شي حاجه جديده لا لا انا لا عاد شريت صباط وفي الحقيقه شرا لي صباط شكون عزيز شكون بغيتي يكون اياه لا ما بحالك حد مشيتو مازال ديك المدرسه ناري صاحبتي شنو كنعاود لكم قبيله مشينا هاد الصباح اها واش داروا معاكم كيفاش داروا معنا ما درنا معاهم كيفاش ما داروا معاكم ما درتو معاهم قال لك لا 16 فيه 4 شهور وفابور ومن غير خلصنا يعطينا 800 درهم باش شهور ديال الستاج واش قلتي لهم ما قلتي لهم والو ما قلتيش لهم هاد القضيه ديال الستاج راه كلشي عاق بها وراه ولات قضيه باينه راه حرام عليهم قهرونا عزيز مسكين قال لي الا كان بحال هكا نبقى في التليبوتيك حسن ليا ايوا قولي العزيز تالي لا الله راه ما كنبغيش نفكر في هادشي لان راسي كيضرني بلا فايده اجي قول لي عيطات لك ناديه لا شحال هادي ما عيطات شحال شحال هادي ما عيطات لي شي غنقول لك واحد الحاجه ملي كنفكر كنقول احسن حل هو ديال ناديه اجيك محمد عاوتاني انا كنعرفك ملي كتبغي تفكري بحال هكا شكون مرات خوك تكون هي قولي لي كي دايره معاك بخير طريفه ما عندي ما حتى مشكل والمهم انا عارفه مع النزهر لا انا لا انتيا شحال وحده ما قريتش قرايتنا ما تكرفتش بحالنا وعايشه بخير كلشي عندها هذا ماشي زهر هذا ما عرفت شخص انا ما كنامن لا بزهر لا والو صراحه ما عرفتش واش بغيتي اتاي في هذا الصاد انت عارفاني زعما راه ما كنشربش حاجه اخرى من غير اتاي ملي ما بغيتيش تجيبيك تخليني نجيبو انا عرفتي شنو ما بغيتيش اتاي خليني نشرب حطي من يدك تلقي ناري شو شنو درتي ناري شو شنو درتي المهم بعدا ما طلقش الكاس المهم بعدا ما طلقش الكاس المهم بعدا يتكب في الارض وما تشربيهش شنو درتي شو قصعتيني توقف الاول بركه من البزاله وصافي برك جلسي وصافي وصافي يلا نوض لك صافي يلا ما تضربيش وما نضربش يلا يلا صافي 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 دخل تفضلي
انت تي وقينا انا زين فلوس كبتي شكرا توجد الخدمة ونعود نعيطوا لك ان شاء الله صافي ما تبقيش قابطه في خاطرك اللي قال لك عيطوا لك ملي توجد الخدمه نظر ملي كيخص لي وجهك وكل شي حوايج ديت حاجه في خاطرك فين ما قلت حاجه ما يتشد باب يتحل الاخر دابا يجيب لك الله ما خير منها مالك شتك وقفتي صحتي هو زاد على الوقت كيهلكني عندك الحق تانا بقى فيك بس تسخف مسكين الموت بالصهد ودابا انت شنو غادي دير؟ اش غندير ما عندي ما ندير؟ غادي تبقاي تسنيهم حتى عيطوا لك؟ اش كضحك عليا؟ اش منها معيط وديك الهضرة كيقولوها؟ تضيع الوقت تضيع الوقت هذاك الشيء شنو هو ضري تضيع الوقت؟ هذوك الخدامين ديال والو اها وشنو هو الحل في نظرك؟ كنت عارفه فرا ودرت هذا واحد المهم راه عايش وصافي عايش وكيتسنى كيتسنى الله اعلم كنفكر نمشي لمراكش اش غدير في هاد مراكش نقلب على خدمه تمشي معايا زعما في مراكش كيفرقوا الخدام واحد بعدا الا باغي يبدل ويخرج الله ما يقلب على شي بلاد ديال بصح يمشي لها مراكش داكو يلا نتلاقاو في العشية حتى انا باي باي اشي اختي مالكي معايا مالكي دايره لي هاد الحاله انا بغيت نهضر في التليفون انت شغلك وزيدو داك التليفون انت اللي كتخلصيه صافي سكتينا انا غير كملي شغلك وسيري دوي في التليفون ولا سيري ديعي في الزناقي انا شغلي ماني انا خدامه عندك انت بلاصتك غنجمع لك اجي بعدا واش انا امك ها انا انت بلاصتك غنجمع عليك خرجي شوفي الدنيا زعما شحال فيك ديال العقاد ايوا اختي سيري حتى انت دوري براسك وخرجي حتى انت شوفي الدنيا الدنيا خليتها لك شوفيها غير انتي هكا جيتي من كرين تاني هنيني شويه ايوا دايما عزك تصنع المشاكل ودوزي ودوزي تيلي تحمري لي شي كاس تاع اتاي ايوا شوفي شنو جبت لك خزيرة تبارك الله
قول لي مازال خدامه في هذاك الريستو؟ فين بغيتي نمشي؟ واحد دقيقة اسمحي لي عفاك. انت ما قلت لي والو. لا لا اسمع والله سيدي ما قال لي شي حاجه. صافي خلينا غير على خاطر يلا. لا ماشي يلا. شفتك كيفقد في حالتك. سمحي لي ضروري نمشي. وانا نمشي في هذا الوقت؟ ماشي مشكل كاين طاكسيات صيفط. الله يهنيك. لا زهية كديرا بنيتي لاباس عليك؟ دخلي بخير. لا بنيتي غادي نمشي جيت غنفكرك فلوس الكرام الله يرضي عليك. ما تخافيش غدا ان شاء الله يكونوا عندك. وبسلامة عليك هاد الساعة خليتك على خير. بسلامة. لا خلي هذيك اللي تقيل عليك ميز. لا أرى تعبت. مرحبا بك.
صداع مقلقات الصداع مرحبا 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 خويا شي حبيبتي خدي بنيتي بسم الله خدي خدي مرحبا مرحبا بحليمة قول لي يا اختي عسيت فين مشى مشالتي بوتيك شتك جبتي غير حليمة الدراري الاخرين فينا هما وراجل فينا هو عبد الله لاله تزوج في بلجيكا تبارك الله صلى على النبي وفي بلجيكا وفاطمة راه مع رجلها صلى على النبي عليهم وباهم تا هو تزوج ويلي اختي القيامة ماني على فالك خدي خدي تزوج خدي كعك ديال البلاد راه صوبتو بيدي قولي ليا اش مشى يدير في التليبوتيك خدام فيها اخيا انا هادي دابا باش شد العجله الكبيره ايوا ما كاين ما يدير صيفطو التليبوتيك لما عرفتش تيقولوا لبوه بتا هو راه صابر اما الاخرين مساكن الله يفرج عليهم امين قلت لك قيرتي ليا واه قلتي ليا واه ويلي يا قيا وليتي كتنسعي ويلي يا قيا وليتي كتنسعي والله ما قلتي ليا شي حاجه ايوا ديال لا عمونس باش طلقات عليها مسكينه غا ساكته مفكوسه لا 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 بالعكس هي غير عيانه شويه من الصفر هي فرحانه ملي طلقات منه فرحانه ملي طلقات منه ولا داكشي اللي دوز عليها ما شافكش لا ما شافنيش اختي انتي عارفه ركوب فهاد الساعه ياكل شي مقاد والله ما عرفت كتخدم ديما في الصباح كاين شي ايامات كنخدم في الصباح وشي ايامات اخرى كنخدم في العشيه حيت بغيت نشوف شي مدن في المغرب بحال اش بحال مراكش ولا اكادير وحتى شي ما تعاودوا لها زوين كاينش مشكل حيت انا بغيت نمشي نديك قولي رقية اختي ولدك ما زوجتيش ما زوجو يكتك قد ضحك علي يا اختي يكتك خدم غير في تيبوتيك خدمة ما مضموناش دعي معاه الله يسهل عليه في شي خدمة مضمونة امين اختي امين وقال بنتك نعسات وقال بنتك نعسات مولفة نعس بكري على ليه كينعسو بكري لا فاش تخوم الليلة سميت بكري أبخي يبدو لي بروبليم حاولت نصبر مي أنا سامحة في كل شيء وبقيت بابا والو بغيت غير نرتاح علاش زعما أنت ما كنتيش كتعرفيها من قبل؟ لا ما كنت خايف جامي ما عرفتي بابا اللي كان تيعرفو بليتو بابا كان تعرف بابا احمد صاحبتي ما تعيطيش لي خليه ما عرفتيش فين غادي وما عرفتش غيكون غادي غير شي واحد من صحابو ما بالكش احمد تبدل الايام لا اختي ما تبدل ما والو سي ولا انطوائي ودخل سوق راسو ما انطوائي ما والو غجب لك الله وانا بعد هادشي اللي بان ليا وانت بعدا قول لي شي اخبار على عزيز ديالك حليمه شفتك ساهية لا ما ساهياش فين كنتي كنت في التليبوتيك
كيجي معك هكا شعرك مش مريح. ميرسي. اختي خاصك تهضري مع راجلك سمعتيني؟ حتى غدا ان شاء الله ونعيط ليه. نعم الله اش غادي يقول؟ اش حدو ما يقول كاع؟ البنت بغات الولد والولد بغى البنت، هو ما غيلقاش محسن بنت خالته وهي ما غتلقاش محسن من ولد خالتها. دابا انت هي مولاه الكلمه. فين عمرو هو دخل كاع ومقابل غير الخدمه الخدمه الخدمه. انا اللي كنجوج وانا اللي كنطلق. جدعاتكم كتزوجوا وتطلقوا وقت ما بغيتوا. اختي انتما عندكم ميدوانا. ويلا لرقية اختي وي. انت انا ياك لاسو لاسو يا وليدي في امان الله. واش تبعدا دابا الا مشيتي مع خالتك وبنت خالتك؟ غادي نخاف عليك تقرف الصوت بعد في الزناقي خاطري غادي يبقى هاني يا وليدي. عرفتي علاش؟ حيت من النهار الاول وانت فضحك. بسم الله هاك خد 20000 ريال. علاش هادو امي؟ ديرهم في جيبك غادي تحتاجهم. ولا امي راه عندي انا فلوس يعني. لا لا غدا غادي تسالي بنت خالتك. واخا ديلك امي فلوس انا راه صافي عندي فلوس اون بليس غادي ندور بها دوره في المدينه وغادي نرجعو. اش غنبقى نتسرى بها؟ خلي فلوسك عندك امي. علاه ما غاديش نديها تسريها في مراكش؟ صافي غادي نقول لها واخا واخا حتى تنساو صافي اش غادي ندير؟ وقيلا باغي تبقى لاصق في هاديك التيبوتيك. أمدرا شديتي؟ تن بعد نعاود نعيط ليه. صافي مشينا؟ صافي مشينا؟ يلا. يلا باي باي ماما، شتري أخي. تطلع. كتسوق؟ كتسوق ولكن ما عنديش بيرمي. ولكن انا ما عنديش معليك خبط. انا نشات لبس هادي مانو طخفا وزيدوا شي مناسبه تجي زوينه. اوكي ميرسي بوكو حليمه. هاك اخويا هاك. الله يعاونك اخويا ميرسي. شفت موبيل أخي دير أنتو روبي. لا شوف خد سيمانة خد ثلاث أيام المهم تجي وصافي. لا ما كاينش خرج. وصافي شكون؟ منين كتجيب هاد الهضره؟ منين هي عيطت ليك وما قالتش ليا؟ واخا عليها واخا عليها. يلا صافي بسلامه بسلامه. الله يعاونك الله يعاونك ان شاء الله ان شاء الله. اش قال لك غادي يجي؟ غادي يحاول ان شاء الله يجي. الحضور ضروري وفي ظل الله. الله يكمل دير خير. خذي نمشيو ناكلو شي حاجه. جاتي جاتي جديده هذه. يلا يلا
فاش قالوا لك كتجي؟ قلت لك كتجي بنت خالته وعاد جات من فرنسا. تقدر سالي تكون هاد الهضره غير اشاعه، دركي كتعرفي هضرات عباد الله. انت شحال هادي ما شتي؟ هادي سمانه. صحيتي عيطي لي. عيطي. ولا سيري عندو التيليبوتيك. ولا ولا اش ولا اش اصاحبتي ولا اش مالكي معكسه؟ شوفي نعيط ليه وقول لي اه ديك الهضره بصح ماشي اشاعه. شنو غندير ديك الساعه؟ شنو غندير؟ كيفاش غنتصرف؟ ما عندي ما نقول لك انا ولا اش غادي نقول لك؟ معلوم ما عندك ما تقول لي. انت ما قادة تشوف فوجي؟ شوف فيا قلت لك شوف فيا. شي علاش ما كنتش باغي تقلب على خدمه؟ كنتي مخطط لهذا الشيء من الاول ياك؟ ما كنت مخطط لوالو. لا ولا ما عمري ما فكرت في شي وحده اخرى من غيرك. راه غير كذاب كذوب كلشي كذوب. عطيني سبب واحد لهذا الشيء اللي درتي. قلتلك هدر هدر قلتلك هدر. واش بغيتي ديري لنا شو؟ واش ديالي انا ما قداتكش؟ وانا هاد السنين اللي دوزت معاك ما قدوكش؟ وانا هاد السنين اللي دوزت معاك ما قدوكش؟ راه الظروف اللي خلاتني ندير هادشي. اين الظروف؟ سكوت اين الظروف؟ بارك عليك من اللي بكى. شوفي والله والله ما كيستاهل شي راجل. والله صافي بارك عليك بارك عليك اختي. عافيك بارك عليك اختي. ولا خويا غير الدار ما تنبغيش نخرج كاع. حنا دافعين وكنتسناو حتى واحد ما سول فينا اش غدير. كناكلو في القوت ونتسناو الموت. وانت ابارتي لي بوتيك ما كاينش شي جديد؟ كاين الجديد غادي نتزوج اخويا احمد. وعلاش اصاحبي وانت انا مازال ما تستابيليزيت وما والو كاين حتى شي خدمه غادي غتكرفصوا راسكم. عرفت بالك غيمشي مع نوال ماشي نوال. واحد بنت خالتي عايشه في اوروب عندها الوريقات. قلنا خويا سالو كازو حتى غنبقى نتسنى.
هادي انت ما كتنساش هكاك ايوا كاني بعدا ما كيطولتي هاد المره كرمه الوقت شو ديالي انت هادي مزيانه من عندك مخيبه السلام عليكم اخالتي السلام سمي لي على وليدات تهلاو منين عيط لك وجد الوراق دغيا ان شاء الله يلا بسلامة دابا كون في الطريق طريق سلامة تمشي مع نوال ونادية؟ كيفاش قلت؟ كاين ما يتقال داك الموضوع راه هضرنا فيه شنو قلت؟ Thank you.
الحمد لله جدارو معكم ديك القضية ديال تخضيف الدكاترة المعطلين. أخويا على الدوسي راه حنا دفعناه. إيه ولا التسنية وقلت ما يدار راه حنا طبنا بها. وأنت فين وصلتي بداك الشيء ديالك؟ وأنا المدام مروج دات لي الوريقات. صافي خديت الفيزا. سعداتك أخويا بالصحة. أنت بعدا لقيتي هذا الباب منين تهرب؟ كان شي خبر على ربيعة؟ النهار مشات لمراكش يا ونوال بقى عندي بها حتى شي اتصال وبيني وبينك حسن كاينلاش تبقى تسنى فيا وانا ما قادش على راسي سمعت بالله خدموا في شي ريستورون واش عباد الله الواحد تيقرا حتى هي وفي الاخر يخدم سرباي في ريستورون انت تشوف صافي بقات لنا غير ربع ساعه ونمشيو مالك عييتي صافي غير صبري شويه انتي اش من الخدمه هذه كتهضري ليا عليها واش كتضحكي عليا ولا انتي نيه راه ناديه ما خدامه ما والو اي والله اعلم في هذا الريستوران انا غنبقى 3 شهور في هذا الريستوران غنتعلم الطياب اش من طياب اش من طياب طياب القلب مالنا غنبقى عمرنا كله كنغسلوا الطباصل انت لاله تعلمتي واخا انت لاله تعلمتي الطياب اش غادا ديري بي خلينا اختي نغسلوا الطباصل اش غديري خلينا اختي نغسلوا الطباصل احسن لينا دارم اوتوماتيك ان غيز دو ديرنيير اوماج ا بريغا لي روبيل انتير لور مور ابري لاتاك دي فورس لويال ا موامار كادافي جودي لارمي ايفيكتيفيتو اكثر قمعيه في الوطن العربي على الاطلاق لا يحتاج الى حزب الله يعني عنده من قوات الامن المخابرات السوريه هي اقوى اجهزه الدوله وتحكم سيطرتها ولا تفرق تحت اي مسمى انساني او وطني اذا كان يهدد امنها لان الفساد جيتو اسمحي ان لا اقضي من اي مكان تي وقيله عتفقتي حد ساعتين دابا ولا لا جات معك الان انا اعتذر لكل الناس الذين اجبروا على الخروج على القناه السوريه لانهم لا يستطيعوا ان يقولوا غير الذي ترويد الحكومه لا يوجد اي انسان حتى لو تحت الضغط جميع هؤلاء المراسلين الذين شوفوا لا لا هادو فلوس الكرا هادو فلوس المصروف حتى صاحبتي انا راه كل شهر ما كاينش حتى والو حتى انا راه بلا فايده شوف انا نهضر مع ناديه ما يمكنش هي شاده بيت بوحدها وانا وهي كنخلصوا قدها لا صافي ماشي دابا صبروا شويه علاش صبروا شويه وصافي دابا تفهم راسها انت شنو راه ديال كراش نكريو شي دار كل وحده تكون يكون عندها البيت ديالها رجعتي اه خرجه راه حقه فكرتيني
جات مولاد الدار عطيها الفلوس الكرا. ناديا شفتك لبسها غزاله بصح والله الا فنه. دوري دوري نشوف. توم اولا لا جاتك فنه ياك ربيعه زوينه تبارك الله. ما بغيتي بحالها انت كيف نشريها بصح فيبا. ميرسي سي جونتي. غادي تعطلعو ثاني واخيلا غادي نمشي لصاحبتي كوثر. يلا بسلام عليكم البنات. يلا باي باي. عاد وجهك واعر صح؟ والله غنبقى دايما نجي عندك. جيتي غزاله تبارك الله. ميرسي الله يبارك فيك. شوفي هادي شوفي هادي كتحمق غادي تجي معاك. ملي فنه كتسطي كاينه صاحبتي راه غاليه بزاف. ما تخميش انا غادي نكمل لك. سي فغي اليوم ليا علاش بالي ما كاين حتى واحد شنو ندير نمشي لا معناتها فين تمشي وي اهلا 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 الناديه الحبيبه صافا صافا الحمد لله. فين هاد الغبور انت عارفه فين كنتي؟ ما كنت فين غير في البيت كنرتاح شويه وكنتفرج في التلفزيون يمكن داكشي علاش ما سمعتكمش. شكون هادي اللي معاك؟ هذه لاله صاحبتي نوال. صاحبتك نوال تبارك الله تبارك الله على نوال. غزي ولا صاحبتك؟ راني غادي نغير. ما تخيريش هاي انت لاله الغزالات صافي بقيتي على خاطرك. مرحبا مرحبا بنوال وناديه تفضلوا خذوا راحتكم واخا سمحوا لي هاني جاية. حبيبة يمكن لي نكمياك؟ خذي راحتك شوفي تا صاحبتك. لا لا ما كنكميش شكرا. عرفتي ديك جميلة ديال ديك عرفتي ديك جميلة ديال ديك المرة دارت واحد الفلطة قدها قداش ما تقوليهاش. هذيك من النهار الاول ما دخلت ليش فراسي زيدون بعدا باينه عليها صاحبت حاجتها ما كنحملهم زيدون
داك النوع ديال البنات ما كنحملهم ما كنقبلهم. حتى انا هاد اليامات مابقاش عجباني. دابا نعاود لك اشنو دارت. شربي قهوتك شربي. الو وين الحبيبه ديالي؟ لاباس عليك؟ وصافي قلنا لك صافي. يلا يلا شويه ندز عندك. يلا يلا بسلام. يلا باي. سلمت عليك كوثر. سلمت عليك كوثر. سلم على الخير. كي دايره مع الخدمه ديالك؟ ايوا كي دايره مع الخدمه ديال اليامات؟ ايوا البشر صابر وصافي. تنتياش من الخدمه صاحبتي. سلم عليك تصبحوا على خير. يلا سلام عليكم تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. لوال شكون هي هاد كوثر؟ هادي غير واحد صاحبتنا ديا تلاقينا معاها في المدينه. المهم انا ما غنبقى ساكنه هنا. وعلاش؟ ما بقاش مرتاحه نسكن هنا. وصاحبتي كل واحدة حره في راسها. انا ما قلتش العكس، كل واحد حر في حياته. غتمشي معايا ولا تبقى هنا؟ المهم بغات تمشي معايا ولا تبقى هنا؟ كل واحد كيعرف على العموم كل واحد كيعرف مصلحته فين هي. علي نعم الساعه القاضي خرج فين مشى تاني؟ حسن ما جاش هاد الصباح. جو مشى. جو خرج فين مشى تاني؟ مشى يجيب واقيلا شي سلعه. يجيب شي سلعه. شكون هي هذيك البنت؟ هذيك من الدريات جدادات نعماس. بديت كنسال. بديت كنسال. ما تشرف. صافي من بغي كنعيط لك. واخا انت اللي دخلتي جديد هاك. اي سيدي. وفين هي صاحبتك؟ نوال غتكون غير داخل معاونه مع البنات. مزيان. ايوا شنو قلتي؟ في الحقيقة غنبقى معاك. كنشوف انتي اللي غتفتحها في الموضوع. ما تخميش انا غنهضر معاها. بصراحه كنت خايفه. مناش خايفه؟ خايفه لا تمشي معاها وتخليني بوحدي. لا ما يمكنش. شكرا. ناديا اش كبير كاسيالك؟ قداش؟ علاش بغيتو تمشيو؟ غير حيت المهم حتى انا كنت غادية. صاحبتي كوثر طلبان باش نمشي نسكن معاها. الصراحة مابقيتش قادة نسكن بوحدي. شوفو ما تطلقوش الدار بقاو هنايا. اش قلتو؟ قلت لك ايوا وانت فين تسكني؟ قلت لك ما صاحبتي كوثر. ربيعة شنو بان لك؟ ربيعة شنو بان لك؟ علاش لا؟ كلشي مشى؟ اه صافي سالو الخدمة ومشى. وانتي شنو ساعة كتمشي؟ على حسب كل نهار ومع على حسب الخدمة. وعانيت مع الأيام ديال الخدمة شوية قليلة ما كايناش. ربيعة شكون كيقول لك باطل؟ ويلي سولني معاش كنسالي الخدمة. قلت لي على حسب كل نهار هو شوية هو. أويلي. انت
دفعي دفعي. ربيعة، نوال، لقد ذهبت هذا الصباح، سوف أزوركما في أقرب فرصة ممكنة نادية. مشات لما تكون حتى بسلام. قل لي صاحبتي، اش غادي ندير مع هذا التهوه اللي ما عرفش منين طلع ليا؟ صاحبتي عطي فرصه تلاقي معاه وتصنتي له وشوف شنو بغى. نيت لا دابا شنو قلتي؟ داك اللي عندي راه قلتو لك. نمشيو نجلسو في الدار ونهضرو. واش غنبقاو غير نهضرو؟ راه ساعتين وحنا كنهضرو. واش دابا انت ما عندكش الثقة فيا ولا كيفاش؟ أجاب الهضرة في الثقة. ياك انت أنايا جيت، انت قلتي داكشي اللي عندك، أنا قلت داكشي اللي عندي وصافي. انت واش قابل بداكشي اللي قلت لك ولا لا؟ اش بيه فيه؟ ناخدو وقتنا تذكروا واخا حيد يدك عافاك ونقصد ديني معقول حيد يدك ودوي الله يخليك طرطي لي انا ما كيفاش ما كتمثلي لي انا وحيد يدك ما عارف النوع اللي بحالك كنعرفو كيفاش داير حيد يدك ودوي حمار كلب حيوان باترون ملي غدير الحركه نعاود عيط لك قلبت عليك في الخدمة وما لقيتكش حتى العشية عسقت الخبار شنو غديري دابا ربيع شنو عندي ما ندير عاود نقلب على خدمة يا ربي توب علينا صافي مابقاش فيك الحال دابا يدير الله تاوي الخير ماي بسلامة بسلامة دابا إلا كانت شي حاجة غنعيطو عليك واخا شكرا
ربيعة؟ ناستي؟ ناستي؟ ما كاين صاحبتي متكية في الظلام. أمدرا لقيتي شي خدمة؟ اش من خدمة غادي نلقى خدمة؟ أجلي هي طاب. جاتني واحد الفكرة. واقيلا غنديرها. شنو هي؟ غنولي نصوب الماكلة هنايا ونبيع على الخدامة. هل يا ربيعة ولكن راه نوال قلت شي حاجه كتضحك ربيعه فكره هادي راه ما فكره ما والو واش راه ما كاينش شي بنت كتخرج للزنقه تبيع الساندويتشات لعباد الله شنو غير معني بيع لي ساندويتش لعباد الله شوفي اشحال تربحي كاع فهاد البيعه والشراء راه غير تخسيخه وصافي هادي هي الخدمه اللي غادي ندير ان شاء الله سالينا وبي هاد الساندويتش شكون غيوصلهم المهم هادشي اللي غادي نحتاج انا غندير ان شاء الله باش نتقضى كاع هاد المسائل ايوا ملي غتصوبي هاد الساندويتشات ديالك شكون اللي غيوصلهم لك حتى تما ولا غنشد طاكسي انا غندير التجربه ديال جوج ثلاثه السيمانات ونشوف الامور كيفاش جرات اش قلتي تدخلي معايا في البيعه شريا داك ما تعطلت عندي لا تبارك الله عليك الوقت هو هذا قولي لي واش نعاود نرجع لك الا ساليتي واش نعاود نرجع لك من بعد اه بطبيعه الحال شوفي عطيتي الا ساليتي في بي عليا وغادي نجي عندك ها هذه مخيره كاع شكرا صافي شكرا الله يحفظك ساير واصل والواقف حاصل والدنيا مركبة حرك الساكن يتحرك وصلاح المركب من دابة ويا الواقف حده راس الدرب عايش وقته مرتابة وما ينفعك في الحزام دب ولا في الصيف صحابة وعمر سمامات مطر بالهبسال عليه السابة ساير واصل والواقف حاصل والدنيا مركبة حرك الساكن يتحرك وصلاح المركب من دابة بشوية 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 أبلا عطي وحدة بوحدة كيف قلت لك البي عليا ونجي توت سويت بنين وفيه الفيتامين خويا داند كفته وعليكم السلام عليكم ساندويتش ساندويتش كفته ولا داند تاخذ سيدي كفته ولا داند داند بسم الله بالصحه والراحه حاجه مزيانه وعليكم السلام خويا اش بغيتي كفته داند بسم الله خويا بالصحه والراحه حار وبنين وفيه الفيتامين اجا زوينه
الله خويا الله يودي واخا خويا انا معاك كفته بسم الله شريف بصحه وراحه بصحه وراحه شريف بسم الله بصحه بسم الله اخويا ها انا اخويا بصحه وراحه كفته دان اجاج اخويا باقي عندك جوج دراهم الله يرضى عليك بسم الله اخويا حار وبنين وفيه الفيتامين حتى ولد معاك اخويا كفته بسم الله بصحه وراحه كفته دان بسم الله اختي بسم الله بصحه وراحه بصحه وراحه الزوينه يلا يلا ما بقاش با دريت اش هاد الخبره ها هو ديالك معروف الكفته فيها الحرار مولا داك العاده بصحه وراحه وعليكم السلام شوف ابنيتي انا راه كاري لكم محل سكنه ما كاريش لكم محل تخدموا فيه ما عندك ما تفهمين انا رانا عارفه كلشي راه نهار كل وانا كنشوف الكراطه اللي كتخرج من هنايا واه وعلى الاقل كنتي غتعلميني شوف ابنيتي غنعطيك سيمانه وتقلبي على بلاصه اخرى فين تخدمي شغلك هذا راه محل ديال السكنه الله يرضي عليك واش بغيتيني نبقى وحده مع عمالين الضريبه واحد المحل من دك الشرفي خزان ولكن خاصها الخدمه اش قلتي جمع شي فلوس هذاك الشيء اللي عندي راك عارفه صافي تخدمي معايا واش صافي راني خايفه في الحقيقه علاش خايفه خايفه ما يصدقناش هذا الشيء ان شاء الله غادي يستقبلنا اش غادي نديرو خاص غير شويه الخدمه وانا وياك كابابل اش قلتي هادشي خاصو بزاف الخدمه قلت لك النهار الاول هادشي راه ولكن الشريف راه ما كرهناش بلا تصبيغ ما كاين بلا تصبيغ ما كاينش حاجه بلا تصبيغ الشريف والله الا قصحتي معانا الا قدرتي تنقص واخا غير شويه الله يرحم بها الوالدين الله بنتي الا بغيتي نتعاون معاكم اش نقول لك عطينا واحد يومين ولا ثلاث ايام نمشيو نفكروا ونقضوا امورنا ونرجعوا عندك ايوا يكون خير ان شاء الله الرحمن الرحيم ولكن ضروري غتنقصنا شي حاجه واخا غير شي بركه يكون خير ان شاء الله بارك الله فيك السي السلام عليكم الله يعاونك حرقنا 86 96 104 104 بقي غير خصها الصباغه الكرا المواد ديال الطياب ليكيبمون الكوزينه الثلاجه البوطه ولا بلاتي زعفتي واش هاد شويه الفلوس يقدونا باش نصوبوا هادشي كله ولا باقي غادي خصونا الفلوس ايوا عفشا غنديروها صاحبتي نشوفوا مع ناديه تقدر تعاوننا لا الله يعطيك الصحه ما تقوليش ليا ناديه غنحاول نهضروا مع مول المحل ديالنا التسهيلات كل شهر نعطيوه شويه وتفحقت هادي فكره حسن كاع اش قلنا السلام عليكم عليكم السلام عبد العزيز بارك الله فيك شي حاجه الذهب على خواتها ما بعدش واش خصكم لا سيدي حنا اللي بغينا نبيعها راني نشوف لك عندكم شي رواسب على لا تاع موجودين تفضل سيدي الله يعاونك قول لي شحال خص ديال الوقت باش تحيد ريحه الصباغه بين يومين وثلاث ايام
الصحه والراحه. شي غادي مزيان؟ تعرفتي راه مازال خاصنا بزاف ديال الحوايج. عادي عادي، غير الاول حتى حاجه ما كتجي في مره. يلا شكرا بارك الله فيك. فراسكم شو الخبار؟ واش من الخبار؟ من وضع الشباك.